أكد سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير شؤون الإعلام على دور الكوادر الوطنية وإبداعاتها في إبراز وصناعة محتوى إعلامي هادف يعزز الولاء والانتماء لهذا الوطن ومسيرته المباركة التي يقودها جلالة ملك البلاد المعظم وبدعم ومتابعة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. نعم، جاء ذلك لدى استقبال سعادته بمكتبه بحضور الدكتور عبد الرحمن محمد بحر وكيل وزارة شؤون الإعلام والسيد عبد الله خالد الدوسري الوكيل المساعد للإذاعة والتلفزيون فريق عمل برنامج وطني بمناسبة فوز البرنامج بالجائزة الذهبية عن فئة أفضل برنامج حواري على مستوى الدول العربية في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وقد هنأ سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي فريق برنامج وطني على تحقيقهم هذا الإنجاز على المستوى العربي، منوها بأن حصول برنامج وطني على هذا التكريم على المستوى العربي هو مؤشر على جودة الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني في مملكة البحرين. البرنامج الحواري، الجائزة الأولى منحت إلى برنامج وطني الجرائم الإلكترونية من إنتاج وزارة شؤون الإعلام تلفزيون البحرين.